سيكون عشاق المستديرة في الجزائر على موعد مع مباراة الديربي التي ستكون بمثابة حفل كروي في ختام السنة الجارية لـ 2023. ديربي الأشقاء بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، والذي سيكون ملعب 5 جويلية الأولمبي مسرحا له بحضور جماهيري غفير. المباراة رقم 96 بين الجارين ستكون هذه المرة بتوابل ومعطيات مختلفة، خاصة بحضور اللاعب الأسبق لاتحاد الجزائر يوسف بليلي الذي يصنع حاليا أفراح مولودية الجزائر. أفضلية مولودية الجزائر في عدد الانتصارات التاريخية، والتي بلغت 29 انتصارا مقابل 27 فوزا لاتحاد الجزائر، فيما كان التعادل سيد الموقف بين الطرفين في 39 لقاء. مولودية الجزائر والتي تحتل صدارة ترتيب المحترف الأول هذا الموسم ب 27 نقطة، في حين اتحاد الجزائر والذي حقق بداية متذبذبة بحصده ل 7 نقاط رغم أنه منقوص من 3 مباريات. الصراع الفني سيحتدم أيضا بين مدرب الفريقين باتريس بومير من المدرسة الفرنسية وأخوان كارلوس غاليدو من المدرسة الإسبانية. الفرجة والمتعة والتشويق ستكون مضمونة فوق المدرجات بين جماهير الفريقين، التي ستبدع حتما في رسم ورفع أجمل الصور والتيفوات التي ستعطي جمالية أكبر للدربية. إذن هي مباراة ستشد أنظار الجميع على أن يكون الفائز الأكبر هي الروح الرياضية. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.